هي خطوات التلخيص؟ أولاً قراءة النص المطلوب، قراءة مركزة بهدف استيعابه والإحاطة بكل جزئياته، وإعادة القراءة مرة أخرى إذا تطلب الأمر، وتحديد الأفكار الرئيسة في النص التي سوف نصوغ منها التلخيص فيما بعد. نأخذ الجوهر، نأخذ الأفكار الرئيسة. ثانياً التمييز بين ما هو أساسي وما هو ثانوي من الأفكار، لأن الأساسي هو الذي سنأخذه والثانوي نستبعده. ثالثا نضع خطوطا بالقلم، طبعا يمكن قلم يمكن مسحه، يعني ذلك قال القلم الرصاص، تحت الأساسي، وما هو غير أساسي لا نضع تحته، ما هو لنعرف ما هو الأساسي من غير الأساسي. غير الأساسي يتبين لنا في العبارات المترادفة، التوصيفات، الأمثلة، الإحصاءات، البديهيات، التعريفات، العموميات، هذه الأشياء التي لا داعي لها أو هي تطويل للكلام نستبعدها ونركز على الأفكار الجوهرية. نبدأ بكتابة جمل قصيرة بعبارات الملخص. الملخص يجب أن يكتب الأفكار الرئيسة في جمل قصيرة من بتعبيره، ثم يضع النص الأصلي أمامه لكن جانباً، ويبدأ في كتابة التلخيص معتمداً على مهاراته، ما يستذكره وما جمعه من معلومات وبأسلوبه الخاص. ثم يبدأ في اختبار نفسه، هل كان هذا التلخيص الذي كتبه مبدئياً متضمن لكل ما يريد من النص الأصلي، أم أنه يعني العمل يحتاج إلى مراجعة؟ وهكذا فإنه يختبر نفسه ويسأل نفسه، هل جوهر النص الأصلي موجود تماما؟ هل لخصت الأفكار بشكل صحيح؟ هل ما يزال هناك زيادات؟ هل هناك شيء حذف وهو مهم؟ هنا هذه خطوة ضرورية. ثم يتوجه إلى المراجعة الدقيقة ليتأكد من سلامة النحو، يعني المراجعة السابقة مراجعة علمية، مراجعة أفكار، في هذه المرة يراجع فنيا الإملاء والنحو والأسلوب وعلامات الترقيم، ويتأكد من خلو التلخيص من الأخطاء اللغوية. الخطوة الثامنة، تأكد من أن عدد كلمات التلخيص ربع عدد كلمات النص الأصلي أو أكثر قليلا، يعني ممكن يكثر شوية، يعني يصير النص الملخص ربع النص الأصلي، إذا زاد قليلا مو مشكلة. ومن المهم أن يأتي الملخص مع صغر حجمه واضح المعنى، هو صغير، هو ربع النص الأصلي لكن محيط بالنص الأصلي. وأخيرا آخر خطوة، وضع عنوان للتلخيص، يضع الملخص العنوان في آخر العمل.